طيب، بسم الله على بركة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بالخير والمسرات. كيف حالكم يا عيال؟ عساكم طيبين ومبسوطين؟ وش مسوين؟ الزبدة والله إني تعبان يا ولد ومزكم وحالتي حالة يا ولد، بس إني اليوم متشالي، قلت خلني أسجل لهم فيديو يا ولد. أنا من زمان عن القناة وساحب على الجميع. ثاني شيء، صوتي متغير يعني، من فيني حمى الحين، حمى خفيفة، ولكن ان شاء الله انها بتروح باذن الله، وفي الايام الجايه راح يرجع صوتي طبيعي مثل الاول. وحتى صوتي مزكم، حالتي حاله يا ولد، ما ادري ايش فيني يا ولد، انا من المسكه صدق. الزبده، اول شيء نقول عودا حميدا للقناه، ونقول ابشركم يا عيال ان رجعنا للقناه، وابشركم اني شريت سيت اب جديد وكمبيوتر جديد وركبته، وقد صورته لكم، نزلتكم بعض الصور. اشتريت تجميعة محلية رخيصة رخيصة، وتجميعة يعني على كيف كيفك، تجميعة تعتبر من أقوى التجميعات بالسوق الحين. يعني تجميعة يعني سعرها، إذا أنت بتروح المحلات بتاخذها منهم راح تكلفك مبلغ وقدره، ولكن أنا بما أني خبرة في الأمور دي وأعرف القطع وأعرف أسعارها الحقيقية، فماني بشتريها من محلات، انا اشتريها متفرقة. يعني ممكن اشتري قطعة من المحل هذا، وممكن اشتري قطعة من امازون، ممكن اشتري اشياء، وهذا اللي حصل بالفعل. عموما ما عليكم، هذا بنتكلم فيه في نهاية الفيديو. اول شيء حاب اقول لكم يا عيالنا، رجعنا القناة وبنبتل ان شاء الله، ننزل لكم العاب زي اول واحسن، وبنشوف لنا نظام جديد. يعني انا ما ادري، يمكن ننزل لكم تصويت او شيء، فما ادري اسوي بثوث او انزل لكم حلقات. والله انا اشوف ان البثوث هنا كويسه يا اخي، البثوث مريحه احسن من المونتاج واحسن من اللخبطه. اعوذ بالله، والله يا ولد تعبان، فما ادري صراحه وش بسوي، ولكن احتمال اسوي بثوث، واسوي بثوث خصوصا للتختيم، لان التختيم صعب مره، طويل يا ولد. تخيل اسجل ساعه ساعه ونص مثلا، اجلس رندر واجلس خرابيط وما ادري ايش، يبو ينزل بث وخلاص، ما في مشكلة نقلل لكم مدة البث. يعني بدل ما نبث 4 ساعات نخليه ساعة، يعني كأنها يعني كأني منزل يعني حلقة كاملة لمدة ساعة. أنا أشوف إنها حاجة حلوة، ف بإذن الله راح تشوفون أشياء تعجبكم يا عيال، وحياكم الله خصوصا الناس اللي جديدين في القناة، وشكرا لكم على 13,000 مشترك يا عيال، صراحة حاجة تفرح يا ولد. وابشركم ان يعني وصلنا حاجز 1,000,000 مشاهدة، كسرنا الحاجز هذا، وبرضه وصلنا 13,000 مشترك، ومع انه متأخرين كثير، بس انه يعني يعني الامور ماشية، يعني ماشية، مع انها ماشية بالبطيء يعني على اسوأ شيء، بس انها ماشية الامور. ف وش بقول، فخلونا الحين نتكلم عن التجميعة هذه اللي انا سويتها عيال. طبعا التجميعة هذه اشتريتها وركبتها في البيت، ركبتها طبعا ما كان عندي كاميرا جو برو او من الكاميرات الاحترافية هذه اللي يصورون فيها اليوتيوبرز. في ناس يوتيوبرز زي تروجومينج، يعني الناس اللي هذول اللي يجمعون تجميعات ومدري ايش، يصور لك تجميعة ويركب ومدري ايش، هذا تلقى عنده كاميرا لها قواعد ولها اشياء، وكاميرا يعني كاميرا محترمة، يعني ثبتها ويجلس يفك ويركب ويقطع المقطع ويزبطه بعدين ينزله، فهذه حاجة حلوة. فهذه الحاجة اللي بسويها بإذن الله، بإذن الله يعني خلال الشهر هذا والشهر الجاي راح أحاول نشتري كاميرا جو برو، اشتري لي واحدة مع القواعد والأشياء تبعها هذه، وأحاول إني أي شيء أشتريه جديد أو أي شيء أجيب عندي أسوي له أنبوكسنج قدامكم، أو أسوي لكم تجميعة مثلا أفك وأركبها لكم عشان تعرفون كيف تركبون تجميعات أو شيء زي كذا. الزبدة نحتاجها، يعني الكاميرا جو برو تحتاجها في كل شيء، حتى تحتاجها إذا طلعت مثلا راح تمشي راح أي مكان، تحتاجها تصور فيها مناظر، لأنها تصور 2K و4K، يعني تخيل 4K، وظاهر دقة الكاميرا فيها تقريبا أكثر من 12 ميجا بكسل، فهذا شيء خرافي يعني مقارنة بسعرها، يعني سعرها ما يتعدى 1,000 ريال. أول شيء خلونا نتكلم عن التجميعة. طبعا التجميعة يا عيال أنا دقيتها مشوار، ورحت أنا الرياض. أول شيء جيت أنا الرياض وجيت المحلات تبع اللي في العليا اللي تبع القطع البي سي، ويا ولد زبالين بكل ما تعني الكلمة،
يعني نصيحة، الرياض حط عليها اكس من الحين، لا تشتري شيء من الرياض. برضو لا تشتري شيء، يعني حاول انك ما تشتري اي شيء من الرياض، الرياض مرة غالية يا ولد. يعني التجميع اللي ب تجميع لابو كلب، لابو كلب اللي سعره 2500 يعطيك اياه ب 4000، تجميع زبالة ما تشغل حتى يا ولد العاب الاندرويد، والله العظيم تحطها لك ب 4000. ليش؟ برضو كروت الشاشة غالية الحين، يعني المشكلة الحين في التجميعات انه كروت الشاشة يا ولد اسعارها ارتفعت بشكل مرعب يا ولد، وهذه بتكلم عنه في مقطع ثاني باذن الله. طيب، ورحت المكان ثاني وقدر رحت لجدة وقدرت اني اجيب لكم قطع رخيصة، وجدة رخيصة رخيصة مرة، يعني ما اقول لك انها رخيصة، ترى نفس المحلات اللي في الرياض لهم فروع ثانية في جدة، يعني ممكن تحصل محل سوفت لاند في الرياض لها 5 فروع في جدة على نفس الشارع في نفس المكان. فالمشكلة ما هو انه انك ان جدة غير والرياض غير، لا، والمشكلة انه على حسب المحلات، يعني على حسب جدة تختلف عن الرياض بشكل كبير. يعني في محلات جملة، في محلات تشتري منهم قطع رخيصة. طبعا اول شيء خلونا نتكلم عن المعالج، المعالج عندي اقوى معالج بالسوق حاليا، يعني ما هو اقوى معالج، ثاني اقوى معالج، يعتبر رقم 2 يعني في السوق حاليا، يعتبر رقم 2. رقم 1 اللي هو المعالج اي 7 الجيل الثامن 8750 او ما ادري ايش، واللي بعده على طول اللي هو المعالج حقي اللي هو اي 5 8600 كي مكسور، يعني قابل لكسر السرعة، وهذا تو جديد نزل. يعني المعالجات هذه سداسية النواة اللي هي الجيل الثامن هذه تو ما نزلت في 2017، يعني كلها جديدة على السوق. في المعالجات اللي 7000 وكذا 4000 5000 هذه كلها قديمة يعني نازلة من زمان، بس المعالجات الجيل الثامن هذه جديدة بالسوق. فأنا شفت إنه معالج اي 5 8600 كي انه جدا خرافي يعني، وترى غالي على فكرة، يعني تقريبا سعره قريب من الاي 7 الجيل الثامن اللي هو 8800 و700. فبنفس الاداء بنفس الهنا، يعني يفرق حاجة بسيطة بينه وبين المعالج 7 الجيل الثامن، بس المعالج هذا اللي عندي اقوى من المعالجات اي 7. يعني عندك مثلا معالج اي 7 7700، اللي عندي لا اقوى منه، لان اللي عندي 8600. في معالج اي 7 مثلا 4500، المعالج اللي عندي لا اقوى منه لانه يعتبر 8000 من الجيل الثامن ويعتبر اقوى منه. وكرت الشاشه عندي 6 جيجا زي ما تشوفون، من نوع ام اس اي انفيديا جي فورس، فبرضو يعني حاجه خرافيه يعني. وثاني شيء اللوحه الام برضو من ام اس اي. طبعا اللوحات الام، المشكله الوحيده انه معالجات الجيل الثامن هذه ما هو اي لوحة ام تركب عليه، يعني للاسف لوحات المذر بورد تبع المذر بوردات تبع الجيل الثامن غالية شوي، لان عددها شوي، بس لانها ما تركب الا على الجيل الثامن، بس انها قابلة للتطوير، يعني تركب عليها كرت بعد فترة 8 جيجا 12 جيجا عادي، لان لوحات قابلة للتطوير بس انها غالية شوي، اغلى من المذر بوردات الثانية. في مذر بوردات مثلا تدعم الجيل السادس والسابع والرابع والخامس، هذه رخيصة تاخذ 150 ريال 200 ريال، بس اللي عندي لا اخذتها بحوالي 500 ريال 550، لان الجيل الثامن بالعربي وقابل للتطوير، وبرضه يعني من نوع الفخم، يعني برضه يعني تاخذ تقريبا الى 64 جيجا بايت في الرامات، وبرضه يعني تاخذ كرتين شاشة في نفس الوقت، تقدر تشغل عليها كرتين شاشة، وهذا شيء جدا خرافي يا ولد. وبرضه تقدر تركب عليها اكثر من 8 مراوح، يعني مراوح داخلية تقدر تركب عليها اكثر من 8 مراوح، تركب عليها برضه حوالي تقريبا سبع هارد سكات داخلية وخارجية، تقبلها بالراحة، و اس اس دي، يعني فيها مميزات كثيرة. برضه فيها ال اي دي ار جي بي ليد، بس انه ما يتغير اللون عادي كذا شد بلد. والحاجة الثانية اللي بقولها لكم، طبعا خلونا اوريكم طبعا ايه صح، اخذت التجميعة وجبتها في البيت عندي، وكان في قطع ناقصة زي المشتت مثلا والرامات، وزي زي اشياء يعني خفيفة بسيطة، هذه اشترتها من امازون وصلتني، يعني وصلتني في خلال 5 ايام الحمد لله، ورخيصة يعني بالعربي، لانه في فرق بان الاسعار هنا غالية، وامازون ترى رخيص مرة، امازون رخيص مرة. طبعا التجميعة يا عيال، التجميعة كلفتني 4000 ريال مع كل شيء، يعني بي سي كامل، معالج، ماذر بورد، رامات، كرت شاشة، هارد ديسك داخلي، اس اس دي،
شاشة 27 بوصة عيال، تخيلوا أخذتها ب 500 ريال، يعني فل اتش دي ال اي دي، يعني شيء خرافي، يعني رخيصة مرة. وبرضو أخذت وش بعد مع الكيبورد والماوس وفرشة تبع الماوس، ماوس باد، يعني الكيبورد والماوس عادية، يعني ما هي عادية جدا. فبرضو الماوس باد شيء خرافي كبير شوي. الشاشة لقيت الشاشة هذه لقيتها أخذتها من وادي السيليكون، لقيت عندهم خصم في واحد أعرف هناك، ولقيت عندهم خصم مرة، يعني من جد، يعني هذا الميزة. مع إن وادي السيليكون عنده فروع في الرياض وفي جدة وفي كل السعودية برضو، يعني فيه محلات ثانية زي سوفت لاند عندهم فروع كثيرة، بس وادي السيليكون يعني إذا أنت جيت وأخذت منهم مثلا قطع كثيرة راح يسوي لك خصم مرة يا خرافي يا ولد. هذه حاجة ميزة تحسب لهم صراحة. أنا أخذت منهم قطع، زي أخذت الهارد ديسك والاس اس دي، وأخذت الشاشة، وأخذت بدري، أخذت الحاجة مراوح عادية، وأخذت بدري وش أخذت بعد حاجات ثانية، كيبورد وماوس، سوى لي خصم يا ولد. تخيل شاشة 27 بوصة فين كيو، يعني أطراف حادة اتش دي يا ولد، كل شيء فخمة، أخذتها ب 500 ريال مع يعني مع الخصم، كان عليها خصم قوي. فطبعا زي ما تشوفون ما بيطول عليكم المقطع، ما ادري كم الحين كملنا ولا نسجل 11 دقيقة. خلوني اقول لكم التجميع ومواصفات تجميعه الحين. طبعا التجميعه في السوق المحلي في السعودية هنا تكلفك 4000، 4000 مع كل شيء، يعني بي سي كامل وشاشة وكيبورد وماوس وماوس باد، يعني بدون السماعات طبعا، لا بدون السماعات. انا عندي سماعات قديمة استخدمتها، انا ما شريت السماعات، بس السماعات يعني لا تحسبها انت، لا تحسبها من سعر التجميع، احسبها الحالة، يعني لان سماعات 200 ريال تجيب لك مايك، 20 ريال تجيب لك مايك يا رجال، يمشي امورك لين ما. فتجميعة محليا سعرها 4000 ريال تقريبا يا عيال، هذا سعر خرافي والله ما تاخذه. طبعا زي ما تشوفون التجميعة في امازون سعرها يا عيال ما يقارب 3500 ريال، سعر التجميعة في امازون 3500 ريال او 3700 بالكثير، بالكثير بالكثير 3700، 3750 شوي على، والشحن مجاني برضو بعد، وعليها خصم 60 دولار. طبعا كرت الشاشة تبعي ما لقيته، فجبت لكم واحد بديل بس انه غالي، اغلى منه شوي، يعني فرق بينه 50 دولار. كرت الشاشة اللي عندي سعره تقريبا 400 دولار، هذا سعره 450 دولار، فبس اني ما حصلت كرت الشاشة تبعي هنا. برضو الباور سبلاي ما لقيت النوع اللي عندي، نوع اي نوع يكفي، بس اهم شيء انه 700، خذ لك 700 يعتبر خرافي، شغل لك تجميعات قوية. وزي ما تشوفون هذا المعالج اول شيء عندي 8 اي 5 8600 الجيل الثامن سداسي النواة، جدا خرافي، قوي جدا قوي جدا، بس انه ما يشتغل، يعني انتبه انتبه تشغل المعالج هذا بدون مبرد، سواء مبرد ماي او هاي، يعني اقل شيء حط المبرد هاي. انا اول ما ركبت تجميع وشغلت المعالج هذا يا ولد صار زي الجمره والله، حسيت ان المذر بورد بالذوب يا ولد، على طول طفيت الجهاز وركبت المبرد، ويا ولد ما شاء الله تبارك الرحمن، يعني نزلت حراره بشكل، يعني صار يعني بارد، صار طبيعي يعني. فنصيحه لك معالجات الجيل الثامن، حاول انك لا تشغلها ابدا بدون مبرد، سواء مبرد مائي او هوائي، لانه اذا شغلت بدون مبرد راح يضرب عليك وراح تخسر فلوسك على طول. طبعا زي ما تشوفون هذا المعالج وهذا المذر بورد اللي هي من ساي 370 جيمنج بلس، يعني يعتبر افضل وارخص لوحة يعني مذر بورد في السوق حاليا، وجدا مناسبة. فبرضو المشتت بالكولر ماستر هايبر ار ار 212 مدري كيف، بس انه جدا بطل. والهاردسك الداخلي 1 تيرا بايت يكفي برضه، يكفي زيادة يعني. يعني في المستقبل بإمكانك مثلا تغير المبرد، تركب مبرد مائي مثلا أو مبرد ثاني، يعني برضه بإمكانك تركب الهارد ديسك داخلي، تركب يعني 2 3 4 إلى 5 هارد ديسكات، برضه يمكن بإمكانك تزيده، يعني تركب قطعة واحدة 4 تيرا وخلاص تكفي. الاس اس دي برضه بإمكانك تركب 2 برضه في التجميعة هذه، أو بإمكانك تركب واحدة 250 جيجا بايت، أنا أشوف إنها كفاية. طبعا الرامات برضو تدعم الى 64 جيجا بايت، كانك تركب واحد 8 جيجا مبدئيا يعني عشان ما تضغط على نفسك، ركب واحد وبعد شهر شهرين حاول تطورها وتركب قطعة ثانية يصير 16 جيجا بايت. المعالج الباور سبلاي 700، يعني انا اشوف انه خلاص نهائيا جدا يكفي، يعني 500 واط يكفي،
شغل التجميع هذه، بس انا اقول 700 افضل يعني اذا تبي اداء جدا قوي واداء يعني خرافي. الكرت 6 جيجا ويعتبر جدا خرافي، ويعتبر يعني قمة خلاص كروت الشاشة. 6 جيجا ترى يعتبر كبير كبير مرة يعني. لا حد يستهون ب 6 جيجا، يقول لي يعني 6 جيجا والله شوية ولد، والله ما يشغل، والله يمكن يشغل يمكن ما يشغل. ترى اقول لك 6 جيجا يعني 4 جيجا يكفي برضو يعني. حتى لو اخذت 4 جيجا يركب على التجميع عادي برضو يكفيك وزيادة يعني، يعني بتوفر الفلوس برضو. 4 جيجا ترى يشغل لك كل الالعاب على اولترا بالراحة برضو، بس 6 جيجا عشان يعني تضمن ما يصير عندك لاج، ما يصير عندك تقطيع، خصوصا في الالعاب الجديدة والالعاب اللي بتنزل او شيء زي كذا. وهذه التجميعة زي ما تشوفون سجلوها عندكم. طبعا اتحدى اي شخص يعني يروح ل اتحدى اي شخص يقول التجميعة هذه غالية. هذه التجميعة من نفسي انا اخذت القطعة هذه، كل قطعة اخذتها من مكان يعني. في قطعة جبتها من امازون زي الرامات والمبرد ولا اشياء ثانية جبتها من امازون، فباقي الاشياء جبتها متفرقة يعني. تخيلوا يعني المعالج هذا تحصلونه عند سوفت لاند وعند وادي السيليكون، تحصلونه اقل شيء ب 1300 الى 1400 ريال. هذا المعالج انا اخذته ب 1000 ريال بس، والله اخذته ب 1000 ريال، اخذته ب 950 ريال ومع الضريبة ب 1000 ريال، اخذته من محل يبيع قطع بالجملة. تخيل يعني في فرق يعني، وفرت تقريبا 500 ريال يا ولد او 400 ريال، وهذا شيء خرافي. فبرضه المحلات عندهم حاجة سلبية، حاجة تحس انها نظام ورعان يا ولد. الحين محلات سوفت لاند ووادي السيليكون كل المحلات تجميعات الكمبيوتر، اذا جيت وقلت ابي معالج بس يقول لك لا ما راح اعطيك معالج بس، ممنوع. تقول له ليش؟ يقول لازم تاخذ اكثر من قطعتين او 3 قطع يعني، تاخذ لك معالج وكرت شاشة ويدبلها عليك دبلة من عند والدين. طبعا كرت الشاشة تلقونه في امازون يا عيال يعني ب 390 دولار، 370 دولار، 6 جيجا يعني تقريبا تاخذه من امازون بحدود 1500 الى 1400، 1400 ممكن بتحصل نوعيات كويسة ورخيصة ب 1300، 1400. هذا في الامازون بس يعني، فمن برا من المحلات راح تاخذه ب 2000، 2000 و1900، 1800، 1800 اذا لقيتها يعني، يعتبر رخيص مرة في السوق المحلي الحين، الا اذا رخصت الاسعار. اذا رخصت الاسعار راح ترجع الاسعار يعني، اذا طاحت الاسعار ترجع الاسعار القديمة. ف برضو كرت الشاشة اخذته من مكان ثاني، اخذته من محل يبيع اغراض بالجملة، سوى لي خصم عليه يعني، واخذته بحوالي 1450، 6 جيجا الاصلي من نوع من ساي نفيديا. وباقي القطع عادية، باقي القطع يعني ما راح تحصل فيها فرق ذاك الزود، بس بتحصل يعني بتحصل فرق عند محلات زي وادي السيليكون وسوفت لاند والخرابيط ذي، تحصل عندهم يعني بيزيدون عليك 60 ريال، 80 ريال، 100 ريال في بعض الاحيان. بس يفضل انك تجي محل يعني انك تعرف اسعارها، اذا شفت فرق 10 ريال ما يفرق. طبعا زي ما قلت لكم التجميعة هذه بدون الشاشة، بدون الشاشة، بدون الشاشة تاخذها في امازون بالكثير بالكثير 3700، 3700. من السوق المحلي راح تاخذها يعني، ما اقول لكم انا، اذا انت رحت المحل واعطيتها التجميع هذه زي سوفت لاند او وادي السيليكون راح يطل يعني راح يحسبها عليك ب 6000، 7000 ريال. وانا اتحدى اي شخص سجل التجميع هذه ورقه وروح السوفت لاند، روح اي محل، روح اي محل تبي يقول اعطيني التجميع هذه، اذا التجميع هذه اقل من 5000 ريال او 5500 فتفل في وجهي. فالتجميع هذه ما راح تاخذونه، ولكن انا زي ما قلت لكم لاني انا اعرف المحلات واعرف كيف اتصرف في الامور دي، فمستحيل يلعبون علي. فرحت اخذت يعني اخذتها منوع يعني، كل قطعه اخذتها من مكان، رحت محل بالجمله واخذت المعالج منه تخيلوا ب 1000 ريال، والفاتوره موجوده عندي، والله العظيم فاتوره موجوده عندي، اذا تبوني اصورها صورتها لك. اخذت المعالج ب 1000 ريال، كرت الشاشه 1500، مع انه المحلات اللي جيتهم قبل يعني المحلات اللي جيتهم قبل اشتري هذا كلهم يقولون يعني 1300، 1400 المعالج هذا. اخر شيء رحت دورت لين لقيت المحل بالجمله اعطاني ب 1000 ريال وعليه ضمان بعد سنتين بعد على المحل وعلى الوكيل برضه، بكرتونه برضه يعني بكرتونه جديد مغلف تغليف مصنع والله العظيم. وبرضه كرت الشاشه اخذته من مكان ثاني برضه من محل بالجمله وطلع رخيص مره. وفي المحلات اللي جيتهم قبل قالوا لي حسبوا لي كرت الشاشه ب 2000 ريال، تخيل 2100، 1900 ريال، 1900 يعني بعد الخصم، هذا الشيء غالي مره يعني. انا اخذته ب 1400 وشوي، يعتبر رخيص مره رخيص. ف
فزي ما تشوفون ما بيطول عليكم يا عيال، هذه التجميعة تجميعة جدا خرافية. طبعا الكيس ما حسبت الكيس، لان الكيس اي كيس يمشيك، يعني دور لك كيس يمشيك، ما هو شرط الا اذا انت عاد معك فلوس عاد وعند وفي خاطرك كيس معين تبي تشتريه براحتك. ولكن انا اشتريت الكيس ب 400 ريال، شفته فخم ومناسب. طبعا التجميعة هذه قابلة للتطوير، يعني اللوحة هذه كل القطع هذه متوافقة يا عيال، ومرة على مسؤولية متوافقة. وأتحدى أي شخص يقول إن التجميع هذه ما هي متوافقة، لأني أنا ركبتها في البيت واشتغلت، وجالس يعني أشتغل عليها على أحسن ما يكون. طبعا زي ما تشوفون هذا البي سي أمس حملته، يعني ركبته، و طبعا الويندوز حتى الويندوز ثبتته في البيت وسويت كل شيء. طبعا رحت للمكان محل يعني كمبيوترات موجود عندنا، أعطيته 30 ريال، قلت أعطيني فلاش فيه ميموري، اعطيني ميموري صغير فيه ويندوز يعني عشان اثبته. اعطاني ويندوز ويندوز 10، حط لي في ميموري ب 30 ريال، وجيت ثبتته هنا وزبط وشغال معي ويندوز 10 وكل شيء يعني تمام والحمد لله رب العالمين. عاد باقي برامج بسيطة زي الوينرار، زي برامج الحماية، زي الاشياء يعني برامج عادية مستهلكة يعني تعرفونها كلكم. زي ما تشوفون هذه بس البرامج اللي حملت تقريبا، جوجل كروم، برنامج التصوير، وهذا يعني فك ال يغير الاي بي تبع الجهاز، ستيم وكاونتر سترايك بس. في النهاية يعني اقول لكم يعني لا تنسون تدعمونا يا عيال، وابشروا بالخير ان شاء الله. في الجايات راح ننزلكم مقاطع اكثر واكثر، ويعطيكم العافية وفمان الله.